كل الشعوب تتمنى بأن يكون هناك لها ثروة مثل ما موجودة في محافظة البصرة. البصرة اليوم تصدر أكثر من 3.5 مليون برميل من النفط الخام من محافظة البصرة، من إنتاج محافظة البصرة. يعني ذلك بأنه أكثر النفط اللي موجود يصدر هو في من يعني محافظة بحر البصرة، بحر لكن هذه المحافظة البصرة اليوم الفقر بحر. نعم الفقر يسبح على بحر من النفط دكتورة. يعني لو تكلمنا احنا تنتج ليس فقط البحر، بحر من النفط، تنتج البصرة 80 إلى 90% من النفط. كما يسمونه الذهب الأسود. بالضبط 80 إلى 90% من المحافظة هي الأغنى بالبلاد، لكن قلة خدمات بالمدينة تثير غضبهم، غضب الشارع البصري. يعني لو نتكلم اليوم 7 أقضية و14 ناحية بمثابة العمود الفقري والاقتصاد العراقي هي البصرة، وإنتاجها أكثر من 3.5 برميل، لكن الفقر موجود، البطالة، الخدمات نتكلم عليها كلها ما موجودة بالبصرة. اليوم لو نتكلم فقط نتكلم عن ملف النفط وما المفروض تحصل محافظة البصرة من هذه الخيرات، يعني القانون أو المشرع أنصف المحافظات المنتجة للنفط باعتبار أن هناك مثل ما يقول سايد افكت لهذا الإنتاج، هناك أضرار من هذا الإنتاج. طبعا المفروض ما يكون هناك أضرار، لو كانت العملية سليمة، لو كان إنتاج النفط يتبع القوانين، يتبع الأمور الفنية الصحيحة، لأنه المفروض حسب العقود ودوليا هذه الملوثة، هذه الملوثات التي تحصل في محافظة البصرة وتحصل في العراق ويجمعه في محافظة البصرة بالذات، هذه الملوثات ممكن أن تعالج، لكن مع الأسف سوء الإدارة النفطية وسوء الفساد المستشري في وزارة النفط لم يتابع الإنتاج بصورة صحيحة في محافظة البصرة وفي المحافظات الأخرى، لأنه لو كانت هناك متابعة صحيحة ولو كان هناك دقة في عملية الإنتاج ومنع هذا التلوث، هذه السحابات والغيوم السوداء التي تكون هي ملوثة للجو، المفروض بأنه هذه لا توجد. يعني اليوم هو ماذا ما هي هذه الغيوم السوداء الموجودة في محافظة البصرة؟ هذه الغيوم هي غاز محترق، يعني مليارات الدولارات تحترق يوميا وتسبب التلوث، يعني نحرق أموال ونسبب تلوث ونسبب أمراض لشعب البصرة وللمواطن اللي موجود هناك في محافظة البصرة، ويعني لا نحرم هذا المواطن من هذه الخدمة. يعني اليوم لو أخذنا هذا الملف فقط، ملف الفساد في إنتاج النفط وما يسببه للمواطن البصري وما يسببه من تلوث لهذا المواطن، البصرة أصبحت ضحية دكتورة، منظمة الصحة، البصرة أصبحت ضحية اليوم، منظمة الصحة العالمية. نعم منظمة الصحة العالمية تقول بأنه الدولية بأنه أكثر من 8 من وفيات اللي موجودين، 8 من 10 من الوفيات اللي موجودين في محافظة البصرة هم بسبب أمراض السرطان. أمراض السرطان هذه تأتي بسبب سوء الإنتاج اللي يتم من قبل الشركات العاملة في محافظة البصرة للنفط. هذه الفقرة وهذا العمل الذي المفروض بأنه يستمتع المواطن البصري بصحة ويستمتع بخدمات ويستمتع بأبراج، مع الأسف بأنه بدل الأبراج ما تبنى أبراج، يلاحظ بأنه قرب الحقول وفي المناطق النفطية في قضاء الزبير الذي يعطي، يعني احنا تكلمنا قلنا 90% من موازنة العراق تكون من البصرة، و70% من هذه الموازنة هي من قضاء الزبير. قضاء الزبير اللي بي الرميلة بي الحقول الكبيرة المنتجة، هذا القضاء اليوم يعني يتحسر سكانه على التبليط، يتحسر سكانه على المجاري، يتحسر سكانه على شبكة الكهرباء، شبكة الماء الصحيحة. أقل الخدمات لا توجد، يعني نحن نعيش في قضاء الزبير في مكان لا يوجد فيه شارع مبلط، طيب لا يوجد فيه يعني يشكون أم قصر وتشكي خور الزبير دكتورة زهرة، اللي هي أولا موانئ وثانيا منتجة للنفط، تشكي من أنه لا يوجد ماء صالح للشرب يصل إلى هذه المناطق.